صلى الله يا محلى خريفك عروسة لها حسن فتان عاشقك كم تغنى بنانا والمغني شل الصوت بالدان يا صلى الله يا محلى خريفك عروسة لها حسن فتان عاشقك كم تغنى بنانا والمغني شل الصوت بالدان بخروها بعطر النوبان بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام اسعد الله اوقاتكم بكل الخير، اهلا ومرحبا بكم معنا في حلقتنا اليوم من برنامجكم مساء المهرجان مع البخور ومع عطور اللبان من هنا من محافظة ظفار تحديدا مدينة صلالة، مهرجان صلالة السياحي، ومتابعتنا اليومية في برنامجنا لكل الفعاليات والمناشط الجميلة المقامة هنا إرضاء وإسعادا لزوار السلطنة المتواجدين معنا بالتأكيد هنا في محافظة ظفار خلال هذه الأيام. حياكم الله، مساء الخير ومساء الخير حضرة. مساء النور عامر ومساء الأنوار والسرور لجميع متابعينا برنامج مساء المهرجان في هذه الأجواء الطيبة والجميلة هنا من مدينة الجمال صلالة أرض اللبان. عموما مساء المهرجان ما زال متواصل معكم مشاهدينا الكرام في هذه الأمسية المتجددة لتقديم لكم كل ما هو جديد هنا من الأنشطة والفعاليات التي تقام في مركز البلدية الترفيهي. متابعة طيبة إن شاء الله من خلال مشاهدتكم لحلقة اليوم. ولاية سويق إذن مشاهدين الكرام والمشاركة في المسابقة، مسابقة التنافسية للولايات، ولاية سويق من محافظة شمال الباطنة، هذه الولاية التي تجسد أيضا جوانب كثيرة من التراث من الموروث الحضاري هنا في عمان ما بين الساحل والريف والبادية، تنوع جميل، تنوع آخر وجمال آخر أيضا يضاف إلى هذا المهرجان ويقدم على طبق من ذهب كما نقول دائما لزوار المهرجان. نرحب بمحمود حوراء إذن من مسرح الولايات. مرحبا يا محمود. مرحبا عامر ومرحبا لحوراء. مساء الخير مشاهدينا الكرام ولؤلؤة ساحل الباطنة اليوم في مسرح الولايات، هذه اللؤلؤة الجميلة ولاية السويق اليوم حاضر هنا في هذه المسابقة التنافسية، مسابقة الولايات اليوم بالفنون بالعادات بالقلاع والحصون، راح تشاهدونا هنا في برنامجكم مساء المهرجان. فعاليات كثيرة ومناشط وفقرات راح يحضرونها أهل ولاية السويق اليوم معنا في مسرح الولايات، وراح ينافسون أكيد على المراكز المتقدمة مع لجنة التحكيم، هي راح تقرر أكيد في ختام هذه المسابقة من مسابقة الولايات. فلا تروحون بعيد، دائما محاضرين لكم الكثير من الفقرات والمناشط والفعاليات التي رصدناها لكم من هنا من مركز البلدية الترفيهي ومساء المهرجان.
الفنانة أحلام إذن مع جمهور مسرح المروج في حفلة الأمس، وطبعا جميل هذا التغني أيضا بالوطن وبقائد الوطن، وإن كانت يبدو إنها ما كانت حافظة كلمات الأغنية جسد هي نفس بالضبط، هي كانت معنا أغنية جميلة، أغنية يعني جميلة بالفعل، هي ما نعم. كانت حافظة الأغنية، كانت هناك في المسرح كانت تسمع يعني الأغنية متعودين ذيك من الساعة. الفنانين متعودين من الفنانين الكبار لما يوقف أمام جمهور إنه يعني يحترم هذا الجمهور، ويكون الأغنية اللي بيأديها يحفظها حتى ولو يعني أو إنه ما يقدم عليها، ما أعرف هذا رأيي الشخصي أنا، لكن هي نعم. يمكن حاولت إنه بقدر المستطاع تفرح جمهور صلالة. صحيح متفاعل إلى حد كبير. نرجع إلى مسرح الولايات إذن مشاهدينا الكرام مع زميلنا محمود تبوك ومشاركة ولاية سويق. صوت وصورة معك محمود، تفضل. شكرا عامر، وعودة لكم مشاهدين الكرام مجددا من هنا من مسرح الولايات. لمن ينضم إلينا، مسابقة الولايات اليوم ولاية سويق حاضرة معنا في هذا المساء هنا في مهرجان صلالة السياحي ضمن الفعاليات والمناشط التي دائما تحرص عليها بلدية ظفار وإدارة مهرجان ومركز البلدية الترفيهي. في البداية دائما كما تعودنا عندما تكون هناك مسابقة للولايات وأي ولايات لابد أن يكون للجمهور كلمة، والجمهور ما شاء الله اليوم حاضر أيضا كما عودنا في الأيام الماضية، فكل التحية لهذا الجمهور الرائع فيعطيهم ألف عافية. إذن مشاهدين الكرام نرحب بلجنة التحكيم التي تتواجد دائما معنا في هذه المسابقة وحريصة أن تكون متواجدة لتحكم في الولايات المشاركة في المسابقة الولايات، هذا الموروث الجميل هنا في سلطنتنا الحبيبة. نبدأ باليمين الأستاذ الإعلامي طارق بن سالم النهدي، رئيس قسم التدريب والتأهيل الحرفي بمحافظة ظفار في الهيئة العامة للصناعات الحرفية، والأستاذ رجب بن خميس بيت سليم، رئيس قسم الفنون بالمديرية العامة للتراث والثقافة، والشيخ الشاعر محمد بن محاد عبيدان العمري عضو اللجنة، والأستاذ الموسيقي والباحث مسلم بن أحمد الكثيري مدير مركز عمان للموسيقى رئيس اللجنة، والأستاذ عبد الله بن محمد النجار مساعد مدير إدارة الصناعات الحرفية بمحافظة ظفار نائب رئيس اللجنة، والأستاذ بدر بن سيف الحاتمي عضو لجنة التحكيم، والأستاذ يوسف بن سيف الشهيمي عضو لجنة التحكيم. الجمهور نبغي نسمع صوتكم الحاضر اليوم معنا هنا في مسرح الولايات. ما سمعنا الصوت حتى الحين، صفقة للجنة التحكيم للحضور للولاية، ترحيب يعطيكم ألف عافية. إذن في هذه اللحظات نرحب معكم مشاهدينا الكرام وجمهورنا العزيز هنا الحاضر في مسرح الولايات بالأستاذ علي بن طالب الشيادي مشرف مشاركة ولاية السويق في مسابقة الولايات. مساك الله بالخير، يا مرحبا وسهلا وحمد الله على السلامة.
مساء النور والسرور، اهلا وسهلا بكم ايضا على ارضكم، اهلا وسهلا بالجميع في محافظه ظفار في خريف صلاله، وشكرا لهذه الاستضافه الطيبه. علي، لو نتحدث عن المشاركه من ولايه السويق القادمه، طبعا من محافظه شمال الباطنه، لؤلؤه ساحل الباطنه، هذه الولايه الجميله بما تحمل من سمات رائعه، من قلاع، من تاريخ، من موروث تزخر به طبعا ولايه السويق خصوصا، وايضا عامه طبعا على كل ولايات السلطنه، كل ولايه لديها موروث جميل في مختلف المحافظات. نتحدث عن المشاركه، اول مشاركه لكم؟ طبعا بالنسبة للمشاركة هي لم تكن المشاركة الأولى، بل كانت هنالك مشاركة سابقة في بداية الألفية، وتأتي هذه المشاركة يعني بعد غياب سنين تعود اليوم ولاية السويق لتشارك في هذه المسابقة الجميلة. التحضير اليوم أكيد كثير بالنسبة للمشاركة، ودائما كل ولاية عندما نسألها طبعا المراكز الأولى، إن شاء الله دائما تحرصون أنكم دائما ولاية السويق تجيب المركز الأول. بلا شك، السويق هنا لم تأتي فقط للمشاركة، إنما جاءت للمنافسة، جاءت للمنافسة بكل ما تملك من موروث علمي وفكري وثقافي وشعبي، كل ما تملك من مقومات تؤهلها لأن تكون دائما في القمة. اليوم فنون كثيرة، الحاضر معنا في مسرح الولايات راح يستمتع بهذه الفنون اللي راح تقدم من قبل ولاية السويق في هذه المشاركة هنا في مهرجان صلالة السياحي، وأيضا المتابع الكريم اللي يتابعنا اليوم راح يعيش الأجواء هنا في ولاية السويق وكأنه موجود هناك في مناطق السويق من النبرة والمناطق الجميلة اللي هناك في الولاية. أكيد. الفنون اللي حضرتوها اليوم عندكم رزحة، وأيضا الفنون المختلفة من اللواء والمديمة والحامية، استعرضها كذا على السريع. نعم، طبعا استعرضت ولاية السويق في بروفتها لهذا اليوم عدة مشاركات، بما فيها الفنون الشعبية، بما فيها الألعاب الشعبية أيضا، بما فيها تقديم أيضا الموروث الفكري لولاية السويق والموروث العلمي في نفس الوقت. ستبدأ يعني المنافسة أو المشاركة بالرزحة، ويعني هي معروفة عن ولاية السويق، كذلك ستتليها بعض الفنون الأخرى كالليوة والمديمة والداندان والتشحشح، هذه من الأشياء الفنية. لكن يعني ما نستطيع أن نتحدث عنه أيضا، هنالك أكثر من هذا، هنالك الموروث الثقافي أيضا لولاية السويق، والمتمثل في المقومات الثقافية التي تملكها هذه الولاية. هنا كما أسلفت أخي العزيز، أنا لم يعني نأتي فقط لمجرد المشاركة، إنما لننقل صورة مصغرة لولاية السويق إلى أرض اللبان، إلى محافظة ظفار. مرحبا وسهلا بأهل ولاية السويق، ونبدأ بالفعاليات اليوم. مشاهدينا الكرام، شكرا لعلي بن طالب السيادي، تحية لك ونتمنى لكم التوفيق في هذه المشاركة، يعطيك العافية. شكرا جزيلا أخي العزيز. إذن مشاهدينا الكرام، ولاية السويق والفنون الحاضرة هناك والقادمة من محافظة شمال الباطنة راح تكون متواجدة هنا في مسرح الولايات، تابعونا. Yeah.
سلام أيها الأحباب مني، سلام أيها الأحباب مني، بعد أنامل الشعر الأبية، سلام ضوع الأرجاء مسكا فصاغ شذاه أرضا عسجدية، سلام عانق الأقمار طولا وغاص بلجة الدرر البهية، ألا أهلا حللتم دار قلب يناغيكم به نبض التحية،
ألا أهلا حللتم دار قلب يناغيكم به نبض التحية. حللتم دارنا، حللنا داركم، أهلا وسهلا على أرض الكرام اللؤلؤية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأعزة، لجنة التحكيم، ضيوفنا الأكارم من خارج السلطنة ومن داخل السلطنة، من ظفار ومن كل محافظات السلطنة أيضا، تحية لكم جميعا وأهلا وسهلا بنا معكم وبكم معنا. جئنا هنا في هذه الليلة لننقل صورة مصغرة للسويق لأن تكون في محافظة ظفار. جئنا لنرتشف أيضا من عبق الخريف وننقله إلى شمال الباطنة إلى السويق، فأهلا وسهلا بكم جميعا بيننا في مشاركتنا هذه في مهرجان صلالة السياحي على أرض ظفار، أرض اللبان. فتحية ننقلها إليكم من ولاية السويق في هذه المشاركة، فكونوا معنا من خلال برنامجنا القادم. تتميز ولاية السويق بالعديد من الفنون والألعاب الشعبية والحرف التقليدية في مختلف مناطقها وقراها الجبلية والساحلية، ولكل منطقة وقرية تراثها وكيانها وعاداتها وحرفها التقليدية. ولعل من أبرز الفنون الشعبية فن الرزحة، وهو من أهم الفنون الشعبية المعروفة في كل مناطق السلطنة، وهي عبارة عن مجموعة من الأهازيج والألحان يرددها مجموعة من الأشخاص مصطفين على شكل صفين، ولها العديد من الأنواع أبرزها رزحة القصافي ورزحة اللال العود التي سترونها. مسابقة الولايات، طبعا مختلف ولايات السلطنة من مختلف المحافظات في عموم مناطق عمان التي تشارك هذا العام طبعا في مهرجان صلالة السياحي، تضفي هذا الجو من الألق والبهجة على مسرح الولايات هنا ومع جمهور مهرجان صلالة السياحي. إذن بانتظار العودة إن شاء الله إلى المسرح وأخذ أيضا فقرات أخرى من هذه المشاركة الطيبة لولاية السويق، سواء كان على مستوى الفنون العمانية المغناة أو على مستوى العادات والتقاليد المختلفة، ما يتعلق منها بالأزياء، ما يتعلق منها بالمأكولات العمانية الشهيرة في ولاية السويق وعموم ساحل الباطنة، طبعا هذه المنطقة العامرة والقديمة قدم التاريخ.
مجموعة أيضا من الفقرات أيضا ما زالت معنا في برنامجنا. مشاهدينا الكرام نتمنى أنكم أيضا تظلوا متابعين دائما كما نقول. الحين راح ننتقل مباشرة مشاهدينا الكرام إلى تقرير. التقرير يتكلم عن افتتاح المعرض التسويقي لجمعية المرأة العمانية بولاية رخيود. نتابع هذا التقرير مع زميلنا محمد سعدون بيت السعيد، وبعدها راح نرجع لكم إن شاء الله، فكونوا معنا. رغم تدخل التكنولوجيا وطرق جديدة في الصناعة، إلا أن المرأة العمانية ما زالت محافظة على الصناعات القديمة. لذلك افتتح بمركز البلدية الترفيهي المعرض التسويقي لجمعية المرأة العمانية بولاية رخيود. مشاركة ولاية رخيود في مهرجان خريف صلالة مشاركة فعالة، ويعني ما شاهدناه اليوم من معروضات تتعلق بالحرف التقليدية والموروثات الشعبية التي تشتهر بهذه الولاية، فيعني جهد مشكور وأيضا جهد له لمساته أيضا، وقاموا بأعمال كبيرة يشكرون عليها. المعرض تنوعت منتجاته بين الفخاريات والسعفيات والمنسوجات ومنتجات الألبان ومشتقاتها. والجميل في ذلك فإن رخيوت من الولايات الريفية، ولذلك فإن هذه المنتجات لها رونق مختلف. المشاركة هذا والله سعيدا جدا من هذا المشاركة، إنه كثرة الحرفيات والناس هو مستنيين هذا الوقت ليبيعون أغراضهم وإنتاجهم. عندنا يا أخا كثير حاجات تميزها، نحن حريم يا أخا حرفيات ونصنع، وعندنا إبداعات، عندنا نصنع الفخار، المقسمات، كل حاجة نصنعها. يذكر بأن جمعية المرأة العمانية بولاية رخيود قدمت دورات في فنون التطريز لتتميز هذه المنتجات بجودة عالية ودقة في التفصيل. طبعا هذا القسم قسم النسيج القطني، ويشمل عدة منتجات، منها منتج المسرات والثياب القطنية. قامت الجمعية دورة تدريبية لمدة شهر ليتم الاستفادة من عمل المسرات وتفيد عضوات الجمعية. يعتبر مهرجان صلالة السياحي رافدا سياحيا واقتصاديا، والدليل على ذلك معرض جمعية المرأة العمانية بولاية رخيوت والذي يغرد خارج السرب بهذه المنتجات. لبرنامج مساء المهرجان. أكل خفيف طعم لذيذ واللذة مع زيت.
ماخذ خفيف أكل خفيف طعم لذيذ واللذة ماخذ خفيف خفيف يحافظ على صحتنا الصحة ما زيد خفيف الصحة ما زيد خفيف حقا ألذ وأخف خليك خفيف مع زيد خفيف مشاهدينا الكرام ونحن نشاهد هذه اللقطات الجميلة من فن الربوبة طبعا اللي تشتهر في محافظة ظفار وشاهدنا أيضا التفاعل الجميل والرائع من قبل زوار مهرجان صلالة عموما يعني تعد جميع المواقع الموجودة هنا في مركز البلدية بالفعل جاهزة لاحتضان كل هذه الفعاليات الجميلة سواء كانت فعاليات محلية أم عالمية أهم شيء أن الجمهور يستانس بهذه الفعاليات التي تقدم لهم أيضا عامر في نقطة مهمة الشخص يمكن البعض هو يشاهد هذه الفعاليات بالفعل نحن نلاحظ أن هناك في زخم رائع من قبل الزوار والبعض يمكن يتكاسل أنه هو يجي المركز بسبب الازدحام صح أن هناك في ازدحام أو أيضا مواقف السيارات أنه مثلا هو ما راح يحصل موقف لمركبة السيارة لكن نحن نقول لكم بالفعل أن المكان جدا مهيئ للمواقف ومساحته جدا واسعة أيضا لمواقف السيارات وبالفعل يتسع لعدد كبير من السيارات يعني لا تتكاسلوا تعالوا مركز البلدية خصوصا اللي موجودين معنا في صلالة واللي ما تيحت له بعد الفرصة أنه يكون موجود احنا نحاول أيضا أنه ننقل كل هذه التفاصيل الجميلة لهذا الجهد الكبير طبعا اللي يبذلوه الأخوان هنا في بلدية ظفار مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار اللجنة الرئيسية المنظمة لمهرجان صلالة السياحي اللي بنقدم لهم أكيد كل التحية وكل المحبة وكل الشكر على هذا الجهد الكبير اللي بدأ ناجح ما زال مستمر بالنجاح وسيظل كذا إن شاء الله إلى أن ينتهي هذا المهرجان في نهاية الشهر الجاري بإذن الله تعالى من أبرز المناشط والفعاليات في مركز البلدية الترفيهي والمهرجان بشكل عام انطلاق بطولة خريف صلالة 2015 المفتوحة للبولينج تحت إشراف اللجنة العمانية للبولينج بصالة مركز ظفار للبولينج في من الساعة 2:00 ظهرا إلى 6:00 مساء وأيضا هناك عرض الأزياء اللي تكلمنا عنه أكثر من مرة حوراء عرض صلالة للأزياء في قاعة الحجر بمنتجع روتانا تحت رعاية سيدة سناء بنت حمد البوسعيدية مستشارة وزيرة التربية والتعليم طبعا هذا العرض اليوم تمام 8:00 مساء الحضور خاص للنساء والتذاكر أتصور اللي بيروح بيكون أخذ تذكرته لكن نعلن على كل حال تذاكر دخول بموقع صلالة جاردنز مول في ساحة المطاعم طبعا مقابل مطعم ماكدونالدز ودعوة فقط للنساء هناك معرض متخصص ماكينات سي ان سي وتطبيقاتها للعرض فقط ومعرض السجاد الإيراني عند خيمة المعرض الاستهلاكي من 5:00 مساء
أيضا المعارض الرئيسية الموجودة مثل المعرض الاستهلاكي ومعرض الكتاب وأيضا المعارض المتخصصة، معرض عمان أرض الصداقة والسلام، طبعا ما زالوا أيضا الزوار يتوافدوا في توافد جدا كبير في هذا المعرض اللي يحتوي على أكثر من 100 صورة فوتوغرافية لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، وهو يقود مسيرة التنمية الشاملة، وأيضا معرض المديرية العامة للتراث والثقافة بمحافظة ظفار بالقاعة الرئيسية رقم 1 قاعة عمان، وأيضا معرض وزارة الزراعة والثروة السمكية بالقاعة الرئيسية قاعة ظفار، ومعرض صندوق الرفد، ومعرض شرطة عمان السلطانية، وأيضا معرض الجمعيات ومراكز الوفاء الاجتماعي. إذا المعارض كثيرة، معارض متخصصة ومفتوحة للزوار خلال الفترة المسائية. الألعاب الكهربائية موجودة، المسرح الرئيسي طبعا العرض الرابع المسرحية الدكتور مطران اليوم بالمسرح الرئيسي، طبعا أتمنى الأخوان كل التوفيق، الأخوان طبعا مجموعة من الفرق، تعاون ما بين فرقة ظفار وفرقة مرباط وفرقة سمهرم المسرحية. طبعا في كثير من الفعاليات في القرية التراثية، مجموعة من الفرق سما صلالة، فرقة الأفراح، فرقة بن توفيق عند البيت التراثي، ومسرح الولايات اللي بالقرية التراثية، طبعا مسابقة اللي هي الولايات التنافسية، وربط مباشر طبعا من خلال برنامجنا في القرية التراثية قناة مجان موجودين، وساحة المتنفس فرقة كهنات وفرقة الشاطئ فرقة الأخوان، في ساحة المعرض الاستهلاكي مشاركة فرقة مجان وفرقة المشوار، ساحة المطاعم ما شاء الله مشاركة فرقة الراسيات وفرقة السمار. أتمنى الجميع إن شاء الله متابعة طيبة مع كل هذه الفرق إن شاء الله. عموما الحين راح ننتقل مباشرة إلى مسرح الولايات ومشاركة ولاية السويق، والجميل بالفعل طبعا بهذه المشاركة الجميلة من ولاية السويق، أنه لما يقدموا كذا مجموعة من الفنون بين فن وفن، نشاهد كذا ألعاب عمانية تقليدية جدا رائعة أيضا من قبل الأطفال المتواجدين في مسرح الولايات. ومحمود مثل ما عرفت أن محمود كان جالس يلعب معهم، نحن الحين راح ننتقل يتعلم بالفعل، راح ننتقل الحين إلى محمود ونتعرف على هذه اللعبة العمانية. حياك الله يا محمود. حيا إن شاء الله حوراء، وحياكم الله مشاهدينا الكرام. أنا حاولت ألعب بس بصراحة يعني كل لعبة في مختلف ولايات السلطنة جديدة. اليوم تعرفت على كثير من الألعاب التقليدية العمانية من مختلف محافظات السلطنة هنا في مسرح الولايات. راح نلعب بس حتى عام راح يلعب معنا إن شاء الله بعد البرنامج، لا تنسون بعدين. إذا مشاهدينا الكرام، ركن جميل، هذا الركن طبعا فيه من المشغولات والمصنوعات، طبعا مثل ما نشوف اول هذا صناعه الكركور، تصنع طبعا من عصي النخيل، بعدين يتم تنظيفها من الخوص وتيبيس بتعريضها لاشعه الشمس، ايضا هذه لصيد السمك وشبكه الصياد، هي اداه قديمه وما زالت حتى اليوم تستخدم في لبعض الصيادين من الخيوط والبلاستيك، طبعا تصنع هذا الشيبان يعطيهم العافيه، اجدادنا وابانا مساكم الله بالخير ويا مرحبا وعاشوا يعطيكم العافيه. اذا ايضا صناعة الشاشة، هو طبعا الشاشة بما أن ولاية السويق تعتبر ساحلية ولولا الساحل الباطنة، هي أيضا لديها شيء وقريبة من الإنسان العماني، قريب من البحر. في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام لعبة الصياد كما تشاهدون معنا على الهواء مباشرة هنا في مسرح الولايات، لعبة الصياد، مجموعة أطفال يلعبون إن ما يخرجون من الدائرة، ومن ثم طبعا يتم رمي هناك بالكرة في للأطفال الموجودين. نواصل فقرتنا اليوم في هذا الركن الجميل هنا في صناعة الشاشة، نتقرب أكثر، نكون قريب أكثر. مساك الله بالخير الوالد. خير مرحبتين. يا مرحبا بأهل السويق، مرحبا ونورتوا صلالة كلها. جزاكم الله خير، الحمد لله. الإنسان طبعا قريبين من البحر، وهناك طبعا هناك أشياء كثيرة تحظى البحر، زمان تقليدية وما زال أكيد أشياء كثيرة موجودة مثل هذه الصناعة. نعم، صناعة الشاشة من قديم الزمان، الشياب كانوا يصنعون الشاش يطلعون فيه، قدوا عليه على أولادهم يقدون في الشاش. الشاشة مثل القارب
مثل القارب الصغير يتكون من 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 زور وكرب وليف، ويقلدون الليف يسوون حبال عشان يسووا يحفون الزور ويخرجون هاي سامان هاي باي الصناعه. صاروا الان ثلاث لاعبين هاي تخرج الزوره عمليه رمي الكره فوق وتخش بعدين الحبل، والحبل يسوى له عسو ويخش الحبل بالعسو ويخش ويخرج الزوره ويخش ندره كله بشك، الشغله كلها شك. كم تاخذ من الوقت زمان؟ تاخذ زمان ثلاث ايام. ثلاث ايام؟ ها. وللبحر على طول؟ وله تسمي بعد. وللبحر؟ اللي عندها اللي هي قاعه، القاعه هذه، هاي القاعه. هذا الموجود مثل ما نشوف؟ هذه القاعه. هذه هني. هذه القاعه. هذا دفان. دفانين هذا وهذا، دفان يسمى. هذا يقطاه. الان يتغير الفريق اللي داخل. هذا اللي فوق يقطاه. هذا غطاه، هذا الاسكيك، هذا الاغصوص للتسمي بعد. يعطيك العافيه. الاولاد تعلموها اليوم ولا ما تعلموها؟ الاولاد بعد بعضهم، اما انا متعلمينها من شيابي. موجود الحين موجوده على احد يستخدمها اليوم ولا خلاص؟ انا اخدمها اليوم يعني. لا ما يستعملونها خلاص، ما حد يستعملها، ما حد يستعملها الحين. الحين الحمد لله رب العالمين. لا هذا نعم الله وغطى سيل. يعطيك العافيه يا رب ان شاء الله، ويسلمك يا رب، يا الله يحفظ يا رب صاحب الجلاله يا رب ان شاء الله. الحمد لله. يعطيك العافيه. ما اخذت اسمي. ها عطني اسمك هنا عشان نشوف المشاهد، خلي مع عشان الكاميرا. ها ايوه، اسمي حمد بن خميس من زايد بلوشي من ولايه السويق منطقه بديعو. ونعم ونعم وسبعه انعام ومليون ونعم بعد. هذه تحيه للكاميرا مره ثانيه. ها يعطيك العافيه. الله يعافيك. ناخذ ركن هنا ايضا من خياطه الكمه العمانيه، هي طبعا ملبوس عماني يعتزيه العماني، تلبس فوق الراس اكيد تعرف، وتصنع ايضا من الاشياء الجميله اللي تصنعها طبعا ولايه السويق، من هذه الصناعات الجميله مطرزه باشكال من الخيوط الملونه والاشياء جدا الرائعه. هنا الطحن بالرحاب مثل ما تشوفون الصوره وتطريز التلي، ويعطيهم العافيه اهل السويق، جابوا كل شيء ما خلوا شيء، كركشة الملابس وصناعة الصندل وصناعة البخور بالذات للمعاريس يستاهلون. وهنا جانب أيضا من السعفيات وصناعة حبل الليف، ونروح إلى هذا الجانب الثاني أيضا من صناعة وتركيب الطبول الموجودة. والسلام عليكم، مساك الله بالخير والله يقويكم إن شاء الله. الحمد لله بعافية. تعرف على اسمك؟ الحمد لله. اسمك؟ سيف بن سالم الغداني. ونعم ونعم. كيف الحال؟ الحين المشاهد لما يتابعنا يبغى يعرف وش هذا؟ هذا؟ إيه؟ هذا حطبه مال منجور. زين؟ سوى منجور يشطب وتسوى هذا الحطبه. زين ويخلوا تركيب ويزربه وتسوى صوت. وهذا كله معكم ما شاء الله اليوم. ايوه هذه نفس الحاله. الحين تحل وتصفد ركب في المنيور تسوى صوت. كان اولي تستعملونه من شان الماي، والحين من شان الفنون عبر الطرب. يا سلام والله، يا سلام. كل شيء تلعب رغبته. الحين هذا من اي خشب هذا؟ هاي من السدر. نعم. تسليم على اللجنه وان شاء الله يخليوه من السدر. نعم. وكم كم واحد اشتغله؟ وهذاك من القرط. هذا غير عنه شوي. من القرط. اما هذا من السدر. في شيء مصانع الحين لهذا المنجور ولا شيء؟ نعم نصنع هذا الواحني. تسوي مصانع وتصد احد ياخذ؟ نصنع الواحن نعمر ونسحل وكل شيء. نسحل الواحن نشتغل فيه. نوع الخشب قلت لي من السدر هذا؟ السدر نسحل ونعمره. يعطيك العافيه. والشباب مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. تعرف على اسمك؟ محمد بن يميل بن يمع الهنداسي. ونعم وتهندس ما شاء الله هني بعد. نعم الحمد لله الله يعافيك. الحين المنجور كم واحد اشتغله؟ اشتغلون اياه عده يعني اشخاص. يعني لها عده مراحل؟ والله نعم يبدا مراحل، مثلا سحل اول الحطبه قصها وتنقي النوعيه الجيده يعني مثلا من القرط، وتقصها على المراحل اللي انت تباها حق المنيور هذا، وتعقب تسحل الحطبه وتعدلها، تسحل مثلا ضروس هاي السن ما سن والاشياء هذه حق التركيب، تقص مشاقيص ما مشاقيص هذه الاشياء حق التركيب، عقب تستوي الجازره، تستوي
نستوي اليازرة هذه والناس تسحب الآن تطلع نغمة. هذه النغمة تجيب لك يعني المستمع الإنسان مذهل أذهان أذهان. وش رأيك نروح مع المشاهدين نتابع فن الدان دان؟ نعم زين توكل بالله. الله يعطيك العافية. نشوف فن الدان دان مشاهدين الكرام بنروح. سعد الله اوقاتكم دائما مشاهدينا الكرام. اذا والله فعلا تنوع جميل جدا حوراء الاخوان في ولايه السويق اللي سبقوهم ايضا صراحه. الولايات اللي عرضت كلها ما عليها زود. فعلا جميل هذا الحرص من الكبار من الصغار، جمعيات المراه، مكتب الوالي في الولايات التي شاركت، الاهالي ايضا، حتى القطاع الخاص في تلك المناطق. انا اللي عرفته انهم فعلا داعمين ومشاركين. الفرق المختلفه كانت على مستوى حتى فرق متخصصة في الفنون العمانية المغناة، الكل يتكاتف هكذا ليظهر، كل واحد يحب أن يظهر منطقته بالشكل الجميل الشكل اللائق بهذا المهرجان الكبير وبجمهور العريض أيضا. صحيح. فتحية لأهل السويق وتحية لأهالينا كلهم اللي شاركوا واللي جايين إن شاء الله. مش فقط يعني الرجال هم اللي مشاركين في هذه الحرف، نلاحظ أن هناك مشاركة وتنوع جدا رائع من الصغير إلى الكبير يحب أنه هو يحضر طبعا ليمثل ولايته. كل الشكر والتقدير لولاية السويق. الحين مشاهدين الكرام الفقرة اللي دائما تعمل جو رائع في برنامج مساء المهرجان، فقرة محمد المخيني وزوار المهرجان. خلونا نشاهد هذه الفقرة ولنا عودة. مشاهدينا الكرام متابعي برنامج مسل المهرجان،
ها هي مسابقة زوار المهرجان جاتكم من جديد في موقع جديد احنا على مسرح الساحة العامة. هذا المسرح اللي تقام فيه فعاليات الشركات الراعية، تقام فيه العروض المختلفة، المحاضرات الدينية، مشاركات الجهات المشاركة في مناشط وفعاليات مهرجان صلالة السياحي لعام 2015. سؤالنا الأول يقول، سؤال خاص بمجلس الشورى وانتخابات مجلس الشورى، ستجرى خلال هذا العام انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة، الفترة إيش؟ خلينا نشوف المتسابقين وحياكم الله. السلام عليكم، أنت أعرف عليك؟ عهود الشامسي. عهود الشامسي، أختك تعالي شاطرة، إيش اسمك؟ عفرة. عفرة الشامسي، صحيح؟ عفرة أنت من وين؟ بريمي. من البريمي ما شاء الله، زين. طبعا تابعتوا في التلفزيون، في وسائل التواصل الاجتماعي، في الصحف والمجلات، طبعا الحملة الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى القادمة. السؤال يقول، ستجرى خلال هذا العام انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة، الفترة إذا كنت متابعة بتعرفين الفترة إيش، سابعة أم الثامنة أم التاسعة؟ ثامنة. بالفعل إجابتك الإجابة الصحيحة، ستجرى انتخابات خلال هذا العام انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة. إجابتك الإجابة الصحيحة، جائزة مقدمة من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. شكرا لك. متواصلين معاكم مشاهدينا، وسؤالنا الثاني، المكان الذي تجرى فيه عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم يوم التصويت، إدلاء الناخبين اللي بيختاروا مرشحينهم بأصواتهم يوم الانتخابات، يوم التصويت، ايش يسمى هذا المكان؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت عارف عليك بدر المخني. بدر المخني، عاد احنا بنسهل لك. جزاك الله خير. المخني من وين؟ من ولايه صور. من ولايه صور، بس في مخاننا اكيد خارج ولايه صور. في اكيد. وين؟ في الباطنه. في الباطنه موجودين. انا سمعت ان في السوادي. ايه في. وفي سويد. في وكل مكان. اي والله كل مكان الان القبائل عمان صارت في كل مكان. اي والله نعم صحيح. السؤال يقول، المكان الذي تجرى فيه عمليه ادلاء الناخبين باصواتهم يوم التصويت، المكان يسمونه مركز الانتخابات. مركز الانتخابات، ويا سلام عليك، اجابتك الاجابه الصحيحه، بالفعل مركز الانتخابات. جهزت نفسك انك كنت تنتخب؟ اكيد تنتخب. حاط شخص واحد انت تعطيه الثقه انه هو ان شاء الله باذن الله. ها؟ ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طبعا اخترت الشخص المناسب. الشخص احنا اخترناه خلاص. ويوم التصويت بتروح الى مركز الانتخابات ان شاء الله علشان تدلي صوتك لهذا. اكيد اللي يستاهل انه ياخذ الصوت. نعم اكيد. اذا اجابتك الاجابه الصحيحه، جائزه مقدمه من الهيئه العامه للاذاعه والتلفزيون. شكرا لك. احسنت. العفو. خلينا نروح. ايش اسمك؟ محمد. محمد صف كم انت؟ درست؟ روضه. روضه، انت تبي تقول كلمه علشان المشاهدين بالتلفزيون يشوفونك، ايش تريد تقول لهم؟ يلا قول لهم. يلا. انا احب بابا قابوس. انا احب بابا قابوس، والله يطول عمر بابا قابوس. انت شاطر. ها انت من وين؟ وين ساكن؟ اي ولايه؟ صلاله. ولايه صلاله. شكرا شكرا لك. قول عفوا. عفوا. وسؤالنا الاخير، ما هي الولايه التي تضم اكبر عدد من المرشحين لانتخابات اعضاء مجلس الشورى؟ ما هي الولاية التي تضم أكبر عدد من المرشحين لانتخابات أعضاء مجلس الشورى؟ ما هي الولاية اللي تضم احنا موجودين وين؟ ولاية ايش؟ ولاية صلالة. ولاية صلالة. يا سلام عليكم، أولادك لقطوها. ولاية ايش؟ صلالة. صلالة، إجابتك الإجابة الصحيحة، مبلغ مالي مقدم من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. شكرا لك. يلا شكرا. أحسن جوايز حالك ما حالك إن شاء الله. وصلنا معاكم لختام جولتنا لهذا اليوم، لنا لقاء في جولات أخرى، مع السلامة. المكان كانت انطلاقتي للحياة،
أنا الآن أعمل بإحدى الشركات العالمية الرائدة بميناء صحار الصناعي. حسين بن محمود بن خميس اللواتي، خريج من كليات العلوم التطبيقية. حبوس باقي بلش حبوس حبوس من حاضر موت حبوس من حاضر موت باقي بلش حبوس باقي بلش حبوس حبوس من حاضر موت حبوس من حاضر موت الله كريم الله كريم. إذن مرة أخرى هكذا إطلالة على البيت التراثي، المساحة المخصصة هناك أيضا لبعض الفرق، فرق الفنون العمانية المغنى التي تشارك في هذا المهرجان، مهرجان صلالة السياحي لهذا العام 2015. وتنوع إذن دائم في الفقرات كالعادة مشاهدين الكرام، وأيضا وقفاتنا مختلفة، هناك أيضا زيارة أخرى ومناشط كثيرة ستكون معنا في برنامجنا أكيد إن كان خلال حلقة اليوم أو الحلقات القادمة إن شاء الله. بالفعل هناك أيضا مبادرات تطوعية وشبابية حاضرة هنا في فعاليات مهرجان صلالة السياحي. راح ننتقل الآن مباشرة إلى تقرير حول حملة تسمع مني، وهي مبادرة تطوعية لمجموعة
من الشباب بدعم من شركة تنمية نفط عمان حول السلامة المرورية. نشاهد التقرير مع زميلنا ماهر السليمي ومن ثم لنعود إن شاء الله. حملة تسمع مني للسلامة المرورية التي تهدف إلى رفع مستوى التوعية المرورية وتوعية السائقين عن سلوكيات القيادة الآمنة وخلق جيل واعي بسلوكيات القيادة السليمة من أجل مجتمع خال من الحوادث. بدأت الحملة بنبذة تعريفية وبعدها قصيدة شعرية تحكي واقع الحوادث المرورية وأثرها على المجتمع. طبعا حملة تسمع مني هي حملة برعاية شركة تنمية نفط عمان بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية، تم تدشينها في 2013 في مهرجان مسقط. الحملة طبعا هدفها توعوي، احنا هدفنا زيادة الوعي حول السلامة المرورية والسياقة الآمنة لجميع فئات المجتمع، تركيز طبعا على فئة الشباب السائقين يعني واللي نتمنى لهم السلامة في كل خطوة. طبعا الهدف من الحملة هي ضم الجهود الفرق التطوعية المختلفة الموجودة في كل مكان، لأن الهدف واحد هو طبعا نشر ثقافة الوعي المروري في المجتمع. طبعا احنا كشباب الحين مسؤولين مسؤولية كاملة امام الله قبل بداية وامام المجتمع، ان نكون نوصل رسالة للأجيال الموجودة من شباب من كبار في السن من اطفال. تضمن البرنامج مسابقات للاطفال وقبة فلكية تعرض أفلاما بصرية عن المجرات وقصص الفضاء، وأيضا جهاز الإقناع بربط حزام الأمان الذي يحكي تأثير حادث مروري خفيف السرعة ومحاكاة حزام الأمان وأهميته. القبة قطرها 10 أمتار وهي تعمل بنظام 360 درجة، نشاهد بشكل دائري في العروض. العروض التي نقدمها هي عروض باللغة العربية وباللغة الإنجليزية. تتسع هذه القبة لعدد 60 زائر، منذ تدشينها إلى الآن الحمد لله استقبلنا أكثر من 20,000 زائر. لبرنامج مساء المهرجان ماهر بن علي السليمي. تردد في قرارك يوم تنوي المهرجان، اقرب اقرب يا هلا بك مرحبا هيا تعال. لا تردد في قرارك يوم تنوي المهرجان، اقرب اقرب يا هلا بك مرحبا هيا تعال. في صلالة الأصالة والسياحة والأمان، بين أحضان الطبيعة والمناظر والجمال، بين أحضان الطبيعة والمناظر والجمال. تردد في قرارك يوم تنوي المهرجان، اقرب اقرب مرحبا هيا تعال. في صلالة الأصالة والسياحة والأمان، بين أحضان الطبيعة والمناظر والجمال. لا تردد لا تردد لا تردد في قرارك يوم تنوي المهرجان. أهلا وسهلا من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الظاهرة الجميلة، ظاهرة احتفالية وإنما أيضا ثقافية وفنية وبنفس الوقت تمتزج بالترفيه ونوع من أيضا الحضارات والفعاليات الرائعة اللي أيضا تتحدث بكل اللغات، مش فقط اللغة المحلية أو العربية وإنما بكل اللغات العالمية. وأيضا بالفعل نحن نلاحظ أن هناك استمتاع رائع من قبل الزوار، وكذا شاهدنا أيضا لقطات رائعة في المسرح، مسرح الولايات طبعا ومشاركة ولاية السويق. نعم راح ننتقل إلى محمود. نعم أيضا تحية أكيد للأخوان في يعني بلدية ظفار في اللجنة الرئيسية المشرفة على المهرجان، يعني دعمهم وحضورهم الدائم، أيضا سعادة الشيخ رئيس البلدية والأخوان أصحاب السعادة كلهم لهم كل التحية. دائما ما نلاحظ أنهم يحضرون مثل هذه الفعاليات دعما أكيد لهذه الولايات المشاركة. مباشرة إلى مسرح الولايات وصناعة النسيج محمود.
تفضل. إذن مشاهدين الكرام ما زلنا متواصلين معكم هنا في مسرح الولايات ومشاركة ولاية السويق، كما نشاهد الآن دخول فن المديم الموجود على مسرح الولايات، فن جميل للفن بحري يعتبر. لو نتابع معكم هذا الفن ونستمتع من ثم نعود إلى صناعة الغزل والنسيج في هذا الركن. زلنا مستمتعين بهذه الفنون التي تقدم هنا في مسرح الولايات من فن المديمة، كما شاهدنا هذا الفن الجميل البحري والأصوات الشجية طبعا اللي نسمعها البحرة. مشاهدين الكرام، ركن آخر جميل من ضمن المشاركة صناعة الغزل والنسيج. الأخوات المشاركات اليوم في مشاركة ولاية السويق من الغزل والنسيج، هذا الفن أو هذه الصناعة الجميلة. مساء الله بالخير الوالد، أنت عارف على اسم كريم؟ الشيخ عبد الله محمد القريني. نعم والله، شو الأخبار؟ من ولاية السويق. يا مرحبا والله. يا هلا بيك. عساك طيبة. تسلم من صوبك. ماشي الله الخير. الحين صناعة الغزل والنسيج في ولايات كثيرة تشتهر بهذه الصناعة، وش الاختلاف بين ولاية السويق والولايات الثانية؟ والله ولاية السويق هي تشتهر أكثر شيء بالنسيج. النسيج مختلفة فيه، مختلف زانت الجمال وزانت الخيول وزانت والسياح والشنط والديكورات الملابس وديكورات المجلس ومن كل يعني حاجة. وش هذا الحين؟ هذه الحين وش بالضبط يعني؟ هذا خناقية، خناقية حق الجمل، حق زينة يعني البوش الجمل على المسابقات الركاب نعم نعم حركاب زين. هذه خناقية وهي لك خطم، هاي لك خطم مال بوش، هاي مال خيول، هاي مال خيل.
حطام خيل، وهذا يم حوي، وهذا قداد، وسياح وميداليات ومالات مفاتيح ومال بوكه وحاجات وربق مال البوش وغرب مال البوش غرب. واللي معلق قناع. وهذا شوف هاي خي مال خيول مع ديكورات مع شنط مع هذا ساحة رقمية، ساحة رقمية يعني مسواية. وهاي لاك بعد أيضا مالات جمال كلهن حاجات كل من كل ما شاء الله. حتى الصوف هنا، وهذاك تشوف الصوف، الصوف مغزلة ومبشة، البنت تبش، البنت تبش والأمها تغزل، وهذه تسوي المحقبة هناك، تشوف المحقبة تسوي، وهذا هنيها ترفي الساحة، وهذا هنيها تنقش على زينة، زينة تسوي على الحائط وعلى ذيها تسوي الزينة وعلى الحوايط. الله يعطيك العافية ما شاء الله. إشعارات شغلكم اليوم غير. الله يخليك يا طيب. نتمنى لك الصحة والعافية. السجاد والبسط وهذه الحاجات أشياء كثيرة اليوم معروضة. الحمد لله رب العالمين، نشكر ربنا على كل شيء. الله يعطيك العافية. مشكور يا طيب. مشاهدينا الكرام، ما زلنا متواصلين معكم مع في برنامجكم مساء المهرجان، وفقرات كثيرة محضرينها لكم في مساء المهرجان. حلو. اذا فن المديمه واحد من فنون البحر وتشتهر فيه الولايات الساحليه، موجود يعني هذا فن الحماس، فن الصيادين ان كان اثناء تكوير السفن بعد وشارتها، بعد ما توشر السفينه يتم تكويرها، وبهذه الاهازيج بهذه الفنون الشعبيه ايضا او الفنون العمانيه المغناه كذلك في أوقات العمل المختلفة. وعادة هذه الفنون ما ترتبط بأوقات العمل، وإن كان على مستوى يعني صيادين أو المزارعين أو يعني مجموعات العمل عموما بشكل عام، إن كانت رجالية أو نسائية، بعض هذه الفنون فعلا ترتبط بالعمل ولها هذا الدور أو هذا الجزء الحماسي التشجيعي. صحيح، عموما هم يمارسوا هذه الفنون بكل حب واخلاص، مثل ما نحن ايضا قاعدين نشاهد هذه اللقطات متحمسين بالفعل. صحيح. هذه اللقطات جميله يعني نحن نشاهدها من هذا الفن المديمه، فن البيئه البحريه، ونشوف العنصر الرجالي متحمس ما شاء الله. عموما الحين مشاهدينا راح ننتقل لمساحة مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعة من الصور الجميلة طبعا اللي كذا انتم تلتقطوها هنا من محافظة ظفار. راح اذكركم بالهاشتاج الانستغرام والتويتر، هاشتاج مسا داش المهرجان، ونشاهد الحين اول صوره عبر الانستغرام. طبعا هذه الصوره الحين راح تظهر معكم على شاشه البرنامج بكل وضوح. هي طبعا من المغسيل، نشاهد امواج البحر الهائجه والتقاطه جدا رائعه. نشاهد الصوره الثانيه ايضا، هذا في إتين، نشوف الخضرة، وطبعا أكيد هم مستمتعين بهذه الأجواء، والتقطوا أيضا الصورة بطريقة حلوة. الصورة أيضا الثالثة في إتين،
نشاهد الصورة بكل وضوح. نشكركم على هذه الالتقاطة. الصورة اللي بعدها أيضا من الانستغرام، أعتقد هذا في هذه المنطقة الغربية من ظفار بين ضلكوت ورخيوت، واحدة منهم يعني. عموما التقاطها جدا رائعة بالفعل، والله أنا خاطري أروح هذه الأماكن. طوي عتير، أيضا نشاهد كذا قطرات الندى وقطرات الرذاذة طبعا على النباتات بطريقة جدا رائعة. طبعا منظر جدا جميل ورائع، يمتد اللون الأخضر على مدى النظر فيمنح الروح بلسمها بالفعل. أيضا الصورة هذه من تويتر، صورة جدا رائعة، ونشاهد أيضا النباتات وبالفعل نشاهد أيضا قطرات الرذاذ الرائعة. نشاهد أيضا الصورة أيضا، هاي دربات، دربات هذه دربات، جميل المكان. نعم طيب، هذه كذا مجموعة من الصور الجميلة اللي كذا الزوار التقطوها هنا من مدينة صلالة الجميلة، محافظة ظفار عموما بالفعل، محافظة ظفار بشكل عام. لاحظنا التنوع ما بين مناطق الغرب والشرق والوسط، صحيح. شيء جميل لهذا يعني التنوع الحلو. نقول حوراء انه يعني هذه البيئة هي بيئة حساسة إلى حد كبير، يعني كلمة لابد كذا نمررها بالنسبة للأخوان اللي يزورون المناطق اللي يتواجدون في أماكن بعيدة ما توصلها خدمات البلدية وكذا. يا ريت يا ريت الحفاظ على البيئة، حفاظ على الطبيعة دائما تكون نظيفة، يعني نستفيد منها نحن ويستفيد منها الآخرون. أتمنى نكون أمتعناكم مشاهدينا الكرام، تحية لكم، تحية لأهل السويق، تحية لكل المشاركين معنا في مهرجان صلالة السياحي، ونلتقيكم دائما على الخير والمحبة، إلى اللقاء. أيضا تحية لكل اللي شاركوا معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إن شاء الله نحن راح نلقاكم غدا في حلقة متجددة من برنامجكم مساء المهرجان، وإلى اللقاء. يا صلاة ما احلى خريفة، يا صلاة